احد الاخوه قال لي احلق دقنك ضروري لان في يعني الامن هيطردك وكده، ايه رايك في الموضوع ده؟ والله الحمد لله احنا ملتحيين وربنا خير حافظنا وهو ارحم الراحمين، والنبي يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. احفظ الله يحفظك. تمام، بارك الله فيك. الله يسلمك.